بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي الأمور التي تتوجب على طالب العلم أن يقرأه من الكتب وأن يستحضره من التردد على الدروس؟ وجهونا في ضوء طالب العلم وماذا يجب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الكتب فهي ما يختاره المدرس، ما يختاره المدرس في درسه ويشرحه، فالطالب يحضر هذا الكتاب ويطالع فيه قبل الحضور أو يحفظه ليكون وسيلة لطلب العلم والتحصيل. وأما الفن الذي يحرص عليه، أولا العقيدة، يدرس العقيدة ولو بصفة مختصرة، العقيدة الصحيحة، ثم يقرأ في التفسير، شروح الحديث، يقرأ في الفقه، وأيضا وهذا مهم جدا يقرأ في النحو، لأن النحو هو مفتاح الفهم لطلب العلم، فلا يمكن أن يفهم ما يقرأه إلا إذا تعلم الإعراب وبداية الجمل ونهايتها وترابطها، فدرس النحو مهم جدا جدا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما المراد بالمشتبهات يا فضيلة الشيخ، وكيف يتجنبها المسلم؟ المشتبهات هي الأشياء التي لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام بسبب تعارض الأدلة فيها، وهذه العالم يعرفها، وأما كثير من الناس فهم لا يعرفون، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا النوع وهو المشتبه على المسلم أن يتجنبه احتياطا لدينه وعرضه، قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يقع فيه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل أبو عبد الله يقول: عندنا عادات كثيرة، كيف نصير هذه العادات ونقلبها إلى عبادات؟ أنا لا أعرف هذه العادات، قد تكون عادات سيئة، إذا كانت عادات ليس فيها محذور، إذا كان يريد منها التقوي على العبادة وعلى طاعة الله فإنه يؤجر عليها، لأنها تعين على طاعة الله، مثل النوم في أول الليل مبكرا لأجل أن يقوم في آخر الليل، صلي ما تيسر له ويوتر ثم يذهب لصلاة الفجر، فهذا النوم هذا من وسائل الإعانة على الطاعة والقيام في آخر الليل، ففيها عبادة. وكذلك إذا قصد بالسحور تقوي على الصيام على طاعة الله فإنه يؤجر على أكله وشربه وقت السحر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: ما حكم الشرع في نظركم من تعرض للدين أو استهزأ به؟ من تعرض للدين بتنقص أو بانتقاد أو استهزأ به فهذا من الردة، هذا يرتد عن الإسلام. قال الله جل وعلا: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يستهزئ بالدين أو بشيء من القرآن أو بشيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه فهذا يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية. نعم. الأخت السائلة تقول: في العمرة الماضية مع أهلي تركت شوطا من أشواطي
ناسية في الطواف، وذلك لمرض ألم بي في بطني، فرجعنا إلى منزلنا في الرياض. ما تم الطواف وبالتالي ما تمت العمرة، وأنت باقية على إحرامك بالعمرة، فعليك إعادة ملابس الإحرام، عليك بالتزام الإحرام، تجنب محظورات الإحرام، لأن المرأة ليس لها ملابس خاصة إلا أنها تتجنب البرقع والنقاب على وجهها، وتتجنب القفازين على اليدين، فتلتزم بأحكام الإحرام وتعود إلى مكة وتؤدي عمرتها. نعم شيخ صالح، نريد منكم توجيه أولئك الذين يقعون في بعض الأخطاء في عبادتهم ثم يسألون بعد ذلك، خصوصا في الحج والعمرة. نعم. يقعون في أخطاء ولا يسألون، ثم قد يبقى حجهم وعمرتهم في ذمتهم وإحرامهم يبقى عليهم، فيقعون في الحرج. فلو أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء سأل، والعلماء موجودون والحمد لله في مكاتب الإفتاء على جنبات الحرم، مكاتب معروفة لإجابة السائلين من المعتمرين والحجاج وزوار المسجد الحرام، فإذا أشكل عليه شيء يبادر. والحمد لله اليوم الجوال الحمد لله بيدك، تخاطب من هو بأقصى المشرق أو بأقصى المغرب من العلماء ما شاء الله. حاضر عندك، فهذا إهمال وعدم مبالاة في الحج. والله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، أتموا، لازم من الإتمام بأداء المناسك. نعم أحسن الله إليكم. محمد عبد الكريم من الرياض يقول: حدثونا عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم مرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صفات الرسول صلى الله عليه وسلم صفات كثيرة، وهي مدونة في كتب السيرة النبوية وفي كتب شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب الشمائل التي هي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، على السائل أن يراجع ما تيسر له منها، ومنها ما ذكره الله بالقرآن، قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: يوجد لدى والدتي ذهب وهو للزينة، وهو كثير ولا تلبسه إلا شيء قليل، وتعطيه أيضا لبناتها في المناسبات ليلبسنه في الأعراس والحفلات، ومر عليه أكثر من 20 سنة دون أن تلبس هذا الذهب، هل عليه زكاة؟ إذا كان معدا للزينة تزين به ولبسه في المناسبات أو إعارته لمن تتزين به في المناسبات فليس عليه زكاة عند جمهور أهل العلم، لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للعمل للاستعمال. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ورد حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فضيلة الشيخ، حتى ولو كان هذا الذنب من الكبائر، وما شروط التوبة؟ نعم، ولو كان هذا الذنب من الكبائر بل الشرك والكفر يغفره الله لمن تاب منه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والتوبة كما في الحديث التوبة تجب ما قبلها، الحمد لله، لكن لابد أن تكون التوبة توبة صحيحة مستوفية لشروطه، بأن يترك الذنب الذي تاب منه ويبتعد عنه، أن يعزم لا يعود إليه، أن يندم على ما فات منه وما حصل منه. فإذا توافرت هذه الشروط التوبة صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ما إذا كانت توبة باللسان فقط إنها لا تنفع صاحبها، إذا كان مقيما على الذنب لم يتركه، وهو يستغفر الله ويتوب إليه لكن لم يترك الذنوب، فهذا لا تقبل توبته. كذلك لا بد أن تكون التوبة قبل الغرغرة، هذا بالنسبة لكل فرد، يعني قبل أن يحضره الموت تبلغ روحه الغرغرة، وأما بالنسبة للجميع فلا بد أن تكون التوبة قبل أن تخرج الشمس من مغربها. نعم
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا ممن يلقون بعض الكلمات في المساجد، وأستدل ببعض الأحاديث الضعيفة أثناء حديثي في فضائل الأعمال. إذا كنت مؤهلا، لأنك مثلا تحصلت من العلم على قدر كبير، إما بالدراسة على المشايخ وشهدوا لك بالتحصيل أو أعطوك إجازة بالتحصيل، أو بالدراسة النظامية في كليات الشريعة وأصول الدين وتخرجت منها، فأنت مؤهل، وعليك أن تحرص على الاستدلال بالأدلة الصحيحة، تحرص على الاستدلال بالأدلة الصحيحة، خصوصا في مسألة التحليل والتحريم. لا يجوز أن تحلل شيئا أو تحرمه إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة. وأما الترغيب في الأعمال والحث على الطاعة أو النهي عن الذنوب والتحذير منها، فالحديث ولو كان ضعيفا يستعمل في هذا الترغيب والترهيب والحث على فضائل الأعمال، ولا يؤسس عليه حكم شرعي من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو سنية. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز سب الشيطان ولعنه؟ هذا لا فائدة منه، وهذا ورد أنه يفرح الشيطان ويقول: أنا ضريت بني آدم، حتى لأنهم سبوه عن باب الغضب عليه والزعل عليه، فيفرح هو بهذا، وقد لعنه الله، لا حاجة إلى أن تلعنه، ولكن عليك أن تعصيه وأن تبتعد عن أعمال الشيطان ووساوسه، هذا هو المطلوب منك. نعم. أم سلطان تقول: فضيلة الشيخ، نحن من سكان الطائف ونذهب إلى الحرم، فنصلي الجمعة في المسجد الحرام ثم نصلي العصر مع العائلة ونقفل وراجعين إلى منزلنا بالطائف. هذا شيء طيب والحمد لله، تؤجرون عليه إن شاء الله. وزيارة المسجد الحرام للصلاة فيه، الصلاة فيه عن 100,000 صلاة، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد النبوي الصلاة فيه عن 1,000 صلاة، الصلاة في بيت المقدس عن 500 صلاة فيما سواه من المساجد. هذه المساجد الثلاثة يسافر إليها لأجل الصلاة فيها والاعتكاف فيها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز جمع الجمعة ثم صلاة العصر معها في نفس المسجد؟ لا، هذا لا يجوز، ولم يرخص فيه أحد من أهل العلم إلا نادرا، ولا دليل على ذلك، ولأن العصر ليست من جنس الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. من حج مفردا وسعى بعد طواف القدوم، فهل عليه سعي بعد طواف الإفاضة؟ إذا كان مفردا يكفي سعي واحد، سواء قدمه بعد طواف القدوم أو أخره بعد طواف الإفاضة. نعم. فضيلة الشيخ، هناك يقول: في الحج وفي اليوم 11 من يوكلون لرمي الجمرات ثم يرجعون إلى بلدانهم، هل تكتمل الحج وماذا عليهم؟ لا يجوز لهم هذا، لا ينفرون حتى يكملوا الحج، يكملوا مناسك الحج ويطوفوا للوداع، لا بد من هذه الأمور. فإذا سافر قبل أن يكمل مناسك الحج فإنه أخطأ وترك بقية الحج، والتوكيل ما يكفي في هذا، إنما التوكيل، فالمريض حتى المريض إذا كان ما يقدر يمشي يطاف به محمولا، يسعى به محمولا، فلا بد أن الإنسان يطوف ويسعى بنفسه. رمي الجمار لا يجوز له أن يوكل إلا لعذر، كالمريض وصغير السن، المرأة الحامل التي يخشى عليها من الزحام، لا يتلاعب بالحج يوكل عليه ويسافر. هذا إذا سافر قبل أن يكمل حجه فإنه يكون قد نقص حجه، ويكون عليه فدية عن رمي الجمرة بقدر ما ترك من رمي الجمار، ويكون عليه فدية عن المبيت بمنى ليلة 11 و12 و13 إذا تأخر. المبيت بمنى هذه الليالي واجب، يكون عليه فدية إذا تركه من غير عذر، ويكون عليه فدية عن طواف الوداع، لأنه طاف للوداع قبل أن يكمل مناسك الحج، طواف الوداع لا يصح إلا بعد إكمال مناسك الحج.
لا يتلاعب الإنسان بحجه ويسافر ويوكل على بقيته. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عادل يقول: زوجتي حامل ويشق عليها جدا القيام والركوع في الصلاة، أما السجود فتقول بأنه صعب جدا علي، فهل لها أن تصلي جالسة وهل لها أن تؤمن بالركوع والسجود ويكون الأجر تام؟ هو كذلك، إذا كان يشق عليها القيام والركوع والسجود على الأرض فإنها تصلي جالسة وتومئ برأسها الركوع والسجود، ويكون سجودها أخفض من ركوعها. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وهذه بمثابة المريض، لأن عليها ضرر إذا قامت، وكذلك على الجنين ضرر، فهي معذورة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما المراد بالإيمان وما تعريفه وما هي أسبابه؟ الإيمان له أركان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. لأن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فقال: أخبرني عن الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: بالنسبة لإخبار أحد الزوجين للآخر عند الخطبة، يقول بأنه مصاب بمرض خطير، الإخبار بينهما في هذه الأمور؟ لا بد أن يبين. نعم، إذا لم يبين يكون غشا وخديعة للطرف الآخر. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: حال المأموم عند زيادة الإمام لبعض الركعات، فماذا يجب عليه؟ إذا علم أنها زائدة فلا يجوز له أن يتابعه، بل يبقى جالسا، إن شاء تشهد التشهد الأخير وسلم لنفسه، وإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام، يسلم معه ولا يتابعه وهو يعلم أنها زائدة، تبطل صلاته. لو تابعه وهو يعلم أنها زائدة بطلت صلاته. نعم. هذا يسأل يقول: ما حكم التبني في الإسلام وما هي الأمور الشرعية في ذلك؟ مأجورين. الله جل وعلا يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا يجوز للإنسان أن يتبنى وينسب إلى نفسه ولدا ليس منه، هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكون ابنا له أو ولدا له أبدا، إنما أولاده هم الذين من صلبه ومن زوجته. نعم. امرأة أنقذت طفل من الغرق وكبر هذا الطفل، وتقول هذه المرأة بأن هذا ابني، وهي الآن تفتش وجهها له. هذا غلط، هذا من فتاوى العوام، يقولون إذا أنقذت إنسانا من الهلاك أو امرأة من الهلكة تكون محرما لها، هذا خطأ كبير. هو أجنبي منها، هو أحسن إليها في إسعافها وإغاثتها من الهلاك، ولكن لا علاقة نسبية بينهما، ولا وهو أجنبي منها وهي أجنبية منه، تحتجب منه وله أن يتزوجها. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: أنا الزوج، هل علي نفقة حج زوجتي حيث أنها لم تحج وهي في الثلاثين؟ لا، ليس عليك، لا يجب عليك نفقة حج زوجتك، ولكن إن أردت أن تحسن إليها وتعينها على الطاعة هذا شيء طيب، وإلا فالحج عليها إذا أيسرت هي، كان لها مال واستطاعت الحج ووجدت المحرم، إنها يجب عليها الحج حجة الإسلام. نعم. لهذا يسأل ويقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ عندما يضرب الرجل زوجته ضرب مبرح وذلك للتأديب؟ لا يجوز الضرب المبرح الذي يشق الجلد أو يكسر العظم، وإنما يضربها إذا نشزت عنه وأبت أن تبذل له حقه من العشرة، فإنه يعظها أولا ويذكرها،
ثانيا إذا لم تجدي الموعظة يهجرها في المضجع يعرض عنها. ثالثا إذا لم يجدي هذا فإنه يضربها ضربا غير مبرح يعني غير ضار. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء حيث بينتم لنا هذه الفتاوى القيمة. شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وتقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة